بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب السابع عشر، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. يعني لا يجوز للرجل أن يجمع في النكاح، أي في العقد، وكذا في ملك اليمين، بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بنص الآية. يبقى الجمع بين الأختين ده بنص الآية منهي عنه. طيب، والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها بالحديث بالسنة، يبقى السنة قد تستقل بالأحكام، يعني قد يكون دليل التحريم من السنة فقط وليس من القرآن. يعني لو وقفت على القرآن دون السنة لا جاز لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأنها لم ينص عليها في آيات التحريم في القرآن، فدل على أن السنة لها الاستقلال في التشريع، قد تستقل تماما في التشريع، وقد تخصص عموم القرآن، وقد تقيد مطلق القرآن، وقد تبين مجمل القرآن. يبقى فوائد السنة أنها قد تستقل بالتشريع، وقد تبين المجمل، وقد تخصص المطلق، وقد تقيد العام، وكل واحدة من دي ليها نماذج. لما تقعد بقى تقرا في كتب الاصول يدي لك مثال لكل حاجه. ادي، وعلشان كده اللي ينكر السنه لا يستطيع ان ينفذ شرع الله، فالسنه ضروريه لتنفيذ شرع الله. والمراه وعمتها والمراه وخالتها سواء كانت حقيقيه او مجازيه. يعني ايه مجازيه؟ في عمه مجازيه وفي خاله مجازيه. عمه ابوها تعتبر عمتها، صحيح مش عمتها المباشر، دي عمة ابوها، دي في مقام ايه، لكن تعتبر عمتها. فهمت ازاي؟ خالة امها تعتبر خالتها. فهمت ايه؟ يسموها المجازية اللي يعني بينها واسطة، والحقيقية اللي هي المباشرة. وسواء كانت عمة في الرضاع أو في إيه؟ في النسب كذلك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الثاني بعد 503,000، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طب لماذا؟ نفس علة الجمع بين الأختين، لأن يؤدي إلى قطيعة الرحم، لأن تملي هناك غيرة بين الضرائر، فالغيرة بين الضرائر إذا كانت أختها تؤدي إلى قطيعة رحمها، وإذا كانت خالتها أو عمتها تؤدي إلى قطيعة الرحم، فكل ما يؤدي إلى محرم يحرم. لكن ممكن يجمع بين ايه؟ بنتي عمتيه، ينفع ليه عمتين وكل عمه من دول ليهم بنت، ممكن يجوز بنت دي وبنت دي. فهمت ازاي؟ سهلا. او بنتي خالتيه تمشي، ما فيهاش اشكال. يقول لك من قطيعه رحم، يقول لك لا، في الحالات اللي زي دي لا تؤدي الى قطيعه كبيره،
فهم؟ لا تؤدي إلى نفس القطيعة التي تحدث بين الأم بين الأختين أو بين الأم البنت وعمتها وخالتها، لأن الأخت حقها أقوى والعمة والخالة حقها أقوى، لأن العمة في منزلة جهة الأب والخالة في منزلة جهة الأم مباشرة، والأخت معروفة قريب، إنما بنت العمة في واسطة، فالواسطة دي تخفف القطيع تتحل. فهمت المسألة؟ يعني هنا علة التحريم معلومة، هو قطيعة الرحم. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكذلك في ملك اليمين. يعني لو اشترى أختين من السوق أو آلت إليه أختين ملك يمين، إذا تسر بأحدهما حرمت الأخرى. يعني ممكن يجمعهم في ملك اليمين لكن لا يجمعهم في التسري، فهم؟ إذا تسر بأحدهما تحرم الأخرى. واضح؟ وكذلك يعني ملك اليمين زي العقد النكاح، الاثنين الحكم واحد في المسألة، خلافا للشيعة. خلافا للشيعة والروافض أجازوا في ملك اليمين الجمع بين الأختين في التسري، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في التسري في ملك اليمين دون النكاح. دول مين؟ الروافض والشيعة. لكن أهل السنة قالوا لا، ملك اليمين زي النكاح، لا يجوز الجمع بينهم. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزل اللي هي المجازية. احنا قلناه فنرى، يعني نفهم، نقيس بالقياس يعني. فنرى يعني نظن يعني. وعن أبي قال: وحدثني أبو معن الرقاشي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ويبقى فهم أهل السنة كلمة تنكح دي على العقد وعلى الوطء، الوطء في ملك اليمين في التسري، وعلى العقد مع إيه؟ في حال الزواج. ففهموا تنكح هنا بالمعنيين، لأن النكاح لفظ مشترك بين العقد وبين الوطء، وقيل هو حقيقة في الإيه؟ في العقد، مجاز في الوطء كما ذهب الشافعي، والأحناف عكس الشافعي قالوا: وحقيقة في الوطء مجاز في العقل. وفي وجه ثالث وهو ده اللي أنا ميل لي، أنه مشترك بين العقد والوطء، لفظ مشترك ونقيده حسب سياقه، حسب السياق والقرائن، فهو لفظ مشترك
يدل على العقد ويدل على الوطن في ذاته. طب اعرف ده بيدل على ايه؟ من خلال السياق. واضح؟ يبقى عندنا ثلاث مذاهب في ثلاث اوجه يعني في كلمة النكاح. هل هو حقيقة في العقد دون الوطن ومجاز في الوطن؟ ولا حقيقة في الوطن مجاز في العقد؟ ولا هو لفظ مشترك ملوش حقيقة ومجاز، ده مشترك؟ فهمت ازاي؟ ثلاث مذاهب. يعني بس بالمعنى المجازي، بمعنى المجازي، المجاز يعني يحتاج قرينة عشان نصرفه ليه. فهمت ازاي؟ ادي معنى مجاز. لكن لو مفيش قرينة نصرفه على المعنى الحقيقي على طول. ادي معنى حقيقي. لما اقول لك رأيت اسد تفهم على طول الاسد الحيوان المفترس، مش كده برضه؟ لكن لما اقول لك رأيت اسد في المعركة يبقى جندي شجاع، لان في قرينة الاضافة. قرينة الاضافة خلت اللفظ يتشال عن حقيقته المجازة. لكن لما تسمع اللفظ بدون اي قرائن تصرفه على الحقيقة، مش كده برضو؟ ادي المعنى. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يسوم على سوم اخيه. لا يخطب الرجل على خطبة بالكسر كده، خطبة غير الخطبة، الخطبة دي للجمعة على المنبر. فهمت ازاي؟ او خطبة النكاح اللي هو بيقولها ايه المأذون كده قبل النكاح، دي اسمها خطبة، هو الكلام المنمق في موضوع معين اسمها خطبة. انما خطبة بالكسر تبقى ايه؟ مقدمة عقد النكاح. فهمت ازاي؟ دي الخطبة بالكسر. لا يخطب الرجل على خطبة اخيه لانها تؤدي الى ايه؟ الى العداوة. واحنا عايزين نبقى ايه؟ اخوان متحبين. اما الاقي واحد راح خطب واروح انا اخطب اللي خطبها هيزعل مني. فهمت ازاي؟ تعمل عداوة. فنهى النبي عن كل اسباب العداوة. فلا يخطب الرجل على خطبة أخي ولا يسوم على سوم أخي. أنا رايح أشتري حاجة واتفقت مع الراجل خلاص إن هاخدها منه بعشرة، يجي واحد يقول له لا أدهاني بحداشر. طب أنا هاخدها بعشرة خلاص. لا يسوم على سوم أخي. فهمت إزاي؟ بعد ما يتم العقد يعني، بعد ما يتم العقد. إنما في أثناء المزاد وعدم تحديد العقد ممكن تزود وده يزود لأن لسه ما اتفقوش. إنما أول ما اتفقوا خلاص تيجي انت تروح مزود كده غلط. ولا يسوم الرجل على سوم اخيه. والرجل هنا ايه؟ الرجل مش مقصود به الذكر يعني الذكر، لا مقصود به المكلف، تدخل المراه والرجل سواء. فهمت؟ وعشان كده المراه في موضوع الزواج ما تروحش تشرط على رجل المتزوج تقول له اتزوجك بس بشرط تطلق اللي انت متجوزه، برضه بقت مشكله. واخد بالك ازاي؟ حرام، لانه يؤدي الى ايه؟ انتقاص الحقوق وخراب البيوت. يبقى لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يسوم على سوم اخيه. عندي لا يسوم على سوم اخيه تبقى ايه؟ تبقى برضو المكلف. يبقى الرجل هنا هو المكلف، يدخل فيه المرأة والرجل. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. شوف، ولا تسأل المرأة طلاق أخته، أي جت أهي. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله له. يعني واحد متزوج وراح عايز يتجوز واحدة تانية، يتوافق عليه كده هو وهو ليه زوجة؟
يا اما تقول له مع السلامه ومشكر مش هتجوز، ما احبش يبقى لي ضر، بس سلام عليكم ما يجراش حاجه. لكن تقول له على فكره انا عايز اتجوزك وكل حاجه بس طلق دي، هنا بقى بمشكله. فهمت ازاي؟ حرام. هي توافقي وتاخدي قسمتك منه، هيبقى في قسم، هيبقى في قسم بقى، يبقى مع دي ليله ومع دي ليله لحد ما يجننوه ان شاء الله، واخد بالك؟ وينفق على دي وينفق على دي، ودي تغيظ دي وهو يتغاظ في النص ويجي له ضغط وبتاع ويترمي في العنايه المركزه ومستريح منه، لانه هو ده اللي جابه لنفسه، ما يجراش حاجه. لكن لا تشرط عليها ايه؟ لا تشرط عليه ان هو يعني يطلقها الاول عشان حرام. يا تاخديه على عيبه يا تسيبيه ده عيبه. فهمت ازاي؟ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. يعني ما كتب الله لها من القسم، القسم الشرعي العادي. وعنه قال: وحدثني محرز بن عون ابن أبي عون قال حدثنا علي بن مسهر عن داود ابن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى وابن نافع، قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعنه به قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. نعم. في انا مش عندي اللي هو حديث رقم كام؟ 37. لا احباء في هو احنا ما قريناش ابو معنى الرقاشي؟ لا. طيب نقرا على اي حال. وحدثني ابو معن الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى انه كتب الي عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. ده كان في وسط الباب يعني، الظاهر سقط منه. انا بتهيألي قرانا. حاضر، احنا بندرس للنوام. اصحى يا نايم وحد الدايم. احنا خلصنا الباب كده؟ طيب، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. الانسان عند الاحرام من محظورات الاحرام عقد النكاح، سواء لنفسه او لغيره، يعني ان يكون وليا او وكيلا او زوجا يحرم عليه. فان عقد وهو محرم فسد العقد، يبقى عقد باطل على الراجح. وبعض المذاهب قالوا صح مع الكراهه، واجاز الاحناف عقد النكاح للمحرم. يبقى الجمهور لا يصح، باطل. فهمت ازاي؟ لا يصح وباطل، والاحناف قالوا يصح، سواء كان لنفسه او لغيره بالوكاله او بالولايه. طب وشهاده عقد النكاح؟ يشهد، ممكن يبقى شاهد. قال لك ممكن يبقى شاهد، له ان يشهد. فهمت ازاي؟ لكن وهو محرم ما ينفعش يعقد لنفسه او لغيره بوكالة او ولاية.
والاحناف اجازوها، والخروج من الخلاف مستحب، فما تعملش كده تاني. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، لكن لو خطب وهو محرم مكروه بس، واخد بالك، مكروه فقط، يعني حابة كان بتخلص الاحرام، فهمت ازاي؟ اذا كانت عمرة انت هتحرم وتخلص العمرة وبتكلم بعد كده. اذا كان حج هو يومين، تقف في عرفة وتاني يوم تبات في مزدلفة وترمي الجمرات وتطوف طواف الافاضة وتحل احلال اصغر، واخد بالك، وخلاص على كده، وساعتها ممكن تخطب وتعقد وتعمل كل حاجه، فما فيش داعي للتسرع يعني، فهمت؟ يبقى الخطبه مكروهه والنكاح حرام ويأثم ويبطل عقده، فهمت؟ ده بالنسبه للمحرم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحه ابن عمر بنت شيبه ابن جبير، فارسل الى ابان بن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج، فقال ابان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يبقى لا ينكح المحرم ولا ينكح للتحريم، ولا يخطب للتنزيه والكره، خدت بالك؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم، فقال، يعني في موسم الحج، فقال ألا أراه أعرابيا، يعني جاهل، يعني أعرابيا يعني جاهل بالأحكام، يعني ألا أراه أعرابيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى حا قال وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قالا جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا، عراقيا لأن أهله العراق كان يجيز نكاح المحرم لجهلهم بالسنة، ألا أراك عراقيا جافيا، جافيا يعني جاهلا، جاهلا بالسنة، يعني إني سمعت عثمان بن عفان في رواية عربيا وفي رواية عراقيا، فهمت بقى؟ إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير
وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وده دليل الأحناف، قول سيدنا أبو ابن عباس. قال لك من النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ابن عباس بيقول كده، يبقى يجوز نكاح ايه المحرم. فهمت ازاي؟ ده دليل مين؟ الأحناف. لكن طبعا نرد عليهم، نقول لهم كلام سيدنا عبد الله بن عباس يحتمل عدة احتمالات، يحتمل عدة احتمالات، وهو محرم يعني في الحرم بعدما أحل، تحتمل كده ولا ما تحتملش؟ يعني وهو محرم يعني ما زال في حدود الحرم ولم يحل بعد، وقد أحل من إحرامه، تنفع تبقى محرم. وطالما تطرق للحديث الاحتمال سقط به الاستدلال. دوم ننظر لأدلة أخرى، ليس سيدنا عثمان بن عفان بيقول ان النبي يقول لا ينكح المحرم، يبقى نرجع لكلام سيدنا عثمان ونترك كلام سيدنا عبد الله بن عباس. ليه؟ لان كلام سيدنا عبد الله بن عباس يحتمل احتمالين، ويحتمل احتمال اخر ان ده يبقى خاص بالنبي من خصوصيات النبي، لان اذا اختلف فعل النبي على قوله فالقول للامه والفعل خاص للنبي، يحتمل احتمال التخصيص. فهمت ازاي؟ وبالتالي ما ناخدش براي سيدنا عبد الله بن عباس في المساله. ثانيا، السيدتنا ميمونة نفسها قالت ايه؟ دخل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، قالت كده ستنا ميمونة نفسها، وهي صاحبة الحال وصاحبة الواقعة اقوى من الذي يحكي وهو بعيد عن الواقع. فهمت بقى ادلة الشافعية؟ الجمهور ردوا على الاحناف قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم كل الكلام ده. فهمت بقى المسألة؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. شفت؟ يبقى فيها اضطراب. كلام سيدنا عبد الله بن عباس يبدو أنه ما كانش ضابط للواقعة كويس، يعني كأنه كان حديث عهد بإحرام ثم أحل فتزوجها. فهمت؟ وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث، أهي صاحبة الواقعة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يبقى صاحبة الواقعة تكون إيه؟ أدق وأوثق في الخبر من خارج الذي لم يحدث له نفس الواقع. واضح؟ كل دي أدلة يعني إيه؟ تدل للجمهور على أن سيدنا عبد الله بن عباس في هذه المسألة كان ربما يقصد وهو حلال يعني وهو حقيقي وهو حرام يعني وهو في الحرم يعني، لكنه وليس محرم. لأن ساعات في لغة العربي يتوسع ويقول لك إيه؟ وهو يقيم وهو حرام، يعني يقيم في الحرم يعني. واخد بالك إزاي؟ يعني كأنه يقول لك محرم، محرم يعني مقيم في الحرم. مش شرط محرم يعني لابس الإزار ويقول لبيك اللهم لبيك، لا. يعني اللغة بتحتمل واسعة. طالما سيدنا ابن عباس قال كلمة واسعة تحتمل كذا معنى، نقوم نشوف بقى الأدلة الأخرى وما نجيش عندها ونقول هي دي ونتشبث فيها. فهمت بقى المسألة؟ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. متى تحرم الخطبة؟ لو خطب إنسان امرأة ووافقوا، هنا يحرم بقى الخطبة. طب افرض خطب انسان امرأة فأهل المرأة دي قالوا له ايه؟ اتركنا اسبوع نفكر. ففي اثناء الاسبوع ده ممكن واحد يتقدم يخطبها تاني، لانه ما لسه ما اجابوش. يبقى اذا انعقدت الخطبة يعني بموافقة الطرفين، يبقى في الحالة دي يحرم الخطبة على الخطبة. انما لسه مجرد عرض ولم يسمع اجابة، فهمت ازاي؟ يا له ان يخطب. يبقى باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. وعن أبي قال:
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثنيه قال: وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. وعن أبي قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجش، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. يبيع حاضر لباد، لأن الحاضر المقيم في الحاضرة يعرف الأسعار كويس، والبادي ده اللي جاي من بعيد ما يعرفش الأسعار، فلما يجي الحاضر يبيع للبادي هيغلي سعر بضاعة. اللي جاي من البادية ده الحاجة اللي معاه مش مكلفة كتير، فهيعرضها للسوق بسعر رخيص، فهمت؟ فيبقى السوق رخيص للناس تشتري. لما يجي الحاضر يتدخل اللي هو في المقيم في المدينة وعارف بقى سعر الحكاية دي وبتتكلف في المدينة عالي، يقول له تبيع الكيلو بكام؟ يقول له بعشر. لا لا لا، ده بعشرين، هات انا بيعه لك. يبقى كده تغلى الأسعار على الناس، فهمت؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن يؤدي إلى غلاء الأسعار أو إلى ظلم البادي، فهمت إزاي؟ اللي جاي من البادية ما يعرفش، يقوم الحاضر ياخدها منه برخيص ويبيعها غالي. طب ما تسيبه ما يوصل للمدينة عشان يعرف الأسعار وعلشان إيه يستفيد ببضاعته، فهمت بقى المسألة؟ فنهى النبي عن ذلك لأنه يؤدي إلى الظلم، إما ظلم المستهلك برفع الأسعار أو ظلم البادي اللي جاي من البادية فيأخذ منه برخيص وهو يعلم ان سعرها في الايه في الحاضر غالي، فهمت ازاي؟ عشان كده نهى النبي عن تلقي الركبان برضو. لهذا تلقي الركبان يعني على الحدود، بيبقى لسه ما دخلوش ويعرفوا السوق اسعاره ايه، فتروح تتلقاهم هناك وتاخد منهم، كده ممكن ايه تؤدي الى غلاء الاسعار في السوق في داخل المدن، وقد تظلم اللي جايين وجايبين البضاعه وحاملينها فتاخدها منهم برخيص وتخبرهم انها رخيصه في السوق وهي مش رخيصه، فهم؟ فنهى النبي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر اللباد، لان كل هذا يؤدي الى المظالم بين الناس واكل اموال الناس بالباطل وعدم النصح للمسلم، كل ده يؤدي الى. نهى ان يبيع حاضر لباد او يتناجش، التناجش اللي هو النجش، النجش اللي هو ايه؟ انك انت ترفع سعر البضاعه توهم المشتري انك تريد شرائها فترفع سعرها ويشتريها هو على السعر العالي وانت لا تريد شرائها لمجرد رفع سعرها، سواء متطوع او متفق مع ايه مع البائع. يعني مثلا تقف كده واحد بيتفرج على الموبايلات وعايز يشتري، يجي له واحد واقف جنبه كانه هو بيشتري زيه، هو مش ناوي يشتري، يقول له: يا شوف ده انا جميل جدا، شو كاتب عليه 2000 جنيه، ده انا شايفه في السوق اللي جنبنا ده امبارح ب 4000، ده لقطه شيله 2000 ده لقطه، لو ما خدتوش انا هاخده ب 2500، فهمت ازاي؟ تقوم انت على طول من غير ما تفكر بقى سمعت اديني ده اديني، تروح واخده، يطلع ثمنه ب 1000 جنيه في الشارع اللي جنبك، وال 2000 دي كلها كانت زياده، فهمت؟ ده اسمه النجش، انك انت ايه تستثيره انه يشتري على اعتبار ان السعر منخفض وهو مرتفع وانت تعلم انه مرتفع، اسمه النكش، جايه من نكش الصيد، انه كان يجي الغزاله مثلا معديه كده، واخد بالك ازاي، وهو حاطط الايه الشبكه في الجهه دي والغزاله ماشيه كده، يروح واقف هو في الجهه دي عشان ايه ينشها تروح ماشيه بجهه الشبكه، فهمت ازاي؟ تروح ماشيه في الجهه دي تروح داخله في الشبكه تمسك، فهمت ازاي؟ يستثير يعني الصيد
ان يسير في جهه الشبكه. ده اسمه النكش، اصل النكش لغه كده انك انت تثير الصيد ليقع في جهه الشبكه المعدله. كذلك كانك انت بتحيك شبكه حول هذا المشتري الذي لا يعرف الاسعار حتى يقع في ايه؟ في حبائل الاسعار الغاليه دون ان يدري. اسمه النجش، نهى عنه النبي لانه ضد ايه؟ ضد النصح للمسلمين برضه. فهمت؟ نهى ان يبيع حاضر لباد او يتناجشوا او يخطب الرجل على خطبه اخيه او يبيع على بيع اخيه، ولا تسال المراه طلاق اختها لتكتفئ ما في انائها او ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل ولا يسم، ولا يسم الرجل على سوم اخيه، يعني يرفع السعر على سعر اخيه. وعن ابي قال: حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع اخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها، يعني لتأخذ رزقها، يعني رمز للرزق. يعني النبي إجابها بتشبيه، لأن رزقها أن ينفق زوجها عليها، فإذا أرادت أن يطلقها معناه أخذت رزقها منه. فالنبي شبهها بهذا التشبيه اللطيف. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله، غير ان في حديث معمر: ولا يزد الرجل على بيع اخيه. وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم اخيه، ولا يخطب على خطبته. وعن ابي قال: وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايات عن أبيهما بفتح الباء على فكرة، وده حتى ذكرها الإمام النووي في شرحه، عن أبيهما بفتح باء أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا: على سوم أخيه وخطبة أخيه. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يدع العقد يعني. ونقف على باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.